الخنيفري هدف التعادل. هذه محاولة لفائدة الفريق المغربي التطواني والهدف، الهدف الأول لفائدة فريق المغرب التطواني. يعني هدف يمكن تقول جدد مجريات اللقاء لدى الفريق. مرة أخرى نتابعوا زيد كروش، كانت تسديدة لاحظوا يعني سعيد أقرادة استغل أكيد تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الانتصار في مباراة الدهم. تابعوا محاولة لفائدة فريق المغرب التطواني وتدخل خالد سقاط أحمد جحوح. أحمد جحوح يسجل الهدف الثاني للمغرب التطواني. أنه يمرر خالد سقاط، حاول أنه يوضع الكرة، كان بإمكانه أنه يبعد الكرة. أحمد جحوح تسديدة قوية بالرجل اليمنى، كيتمكن من وضع الكرة في الجهة اليمنى من مرمى الحارس عبد العالي المحمدي. 2-0 للمغرب التطواني. لاحظوا أكيد ولا تمكنوا اللاعبين ديال فريق المغرب التطواني أن ياخذوا الكرة. تمريرة، محاولة خطيرة خطيرة، والهدف الثالث لفائدة المغرب التطواني. على المستوى التغطية لاحظوا كيفاش ضاعت الكرة لعبد الإله منصور، كان ضغط كبير من عبد المولى الهردومي وكذلك من سلمان ولد الحاج. عبد المولى الهردومي كيمرر كتوصل الكرة للاعب سيرجيو روبيرا. الثقة المطلوبة، هذه محاولة لفائدة فريق كوكب المراكشي والهدف، والهدف هدف أول لفائدة فريق الكوكب المراكشي. أورهبي أكيد اللي دخل كبديل خلال الجولة الأولى، لاحظوا خضع الكرة، سدد سدادة قوية يهزم الحارس محمد اليوسفي.